السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: سياسة تكميم الأفواه المتبعة من الدولة تجاه أي صوت معارض يخرج، وإرهاب الميليشيات يسود شوارع العراق. في عنواننا الثاني: بسبب الفقر والعوز العراقيون تقودهم ظروف الحياة القاسية إلى التسول وعمل أبنائهم في سن الطفولة. وفي عنواننا الثالث: بسبب الإهمال الحكومي تلوث البيئة في وسط وجنوب العراق يفاقم من معاناة المدنيين. في استمرار لسياسة تكميم الأفواه، إيقاف الشاعر سجاد الغريب وإبعاده عن المنصة لأنه تكلم ضد السياسيين الفاسدين وعبيدهم، وحث الشعب على اللطم بكراسيهم بدلا من اللطم والخنوع للسياسيين والمعممين. فنشاهد. لا تخلي الطفه جوده بحلبهايم، ليش تندل الدرب وتقول تايه وانت تمشي مدلق بظهر العمايم؟ منين ما اشوف الشعب نايم بقاعه وللدول يركض عبيد؟ اعطيني جفك، تريد دم؟ تريد تسبي الموصل بيه الخواتم لسه بطرح العلم؟ ليش اسكت؟ إذن هذا هو الحال في العراق. عملية تكميم للأفواه، كل من يرفض ما يحدث في العراق من فساد، من جرائم، من سلطة فاسدة، من أحزاب، من ميليشيات، يتعرض للنفي، يتعرض للإبعاد، يتعرض للانتهاكات التي تحدث بحقهم. كثير ما عرضنا من الصحفيين والإعلاميين وكذلك الشعراء الذين تعرضوا للاعتداءات والتهديدات والابتزاز والخطف من قبل الميليشيات، والدولة راضية وساكتة وتنظر إلى ما يحدث في المجتمع، وهي ربما أيضا هي التي تحرك هذه الجهات التي تضايق المواطنين وتتعدى على حرياتهم. في موضوع آخر، إرهاب الميليشيات، مجاميع بالزي الزيتوني والسيارات السوداء المضللة تبتز المواطنين وسط العاصمة بغداد، بعد أن رمى أحدهم، طبعا في حادث رمى أحدهم نفسه أمام سيارة لأحد المواطنين. فنشاهد. نظام الفصل أو نظام الابتزاز في وضح النهار، سياسة متعارف عليها الآن أصبحت في العراق، انتشرت بشكل كبير جدا. موضوع الفصل على أبسط الأشياء وأتفه الأشياء، يتم الفصل ما بين عشيرتين بأخذ مبالغ كبيرة من الأموال على قصص إن استمع طبعا المجتمع لكثير من هذه القصص ربما يضحك حقيقة من الفوضى الموجودة أو على الفوضى الموجودة الآن في العراق. وشر البلية ما يضحك كما هو متعارف عليه. الوضع الآن في العراق كما تابعتم تبلي وابتزاز في وضح النهار، ميليشيات وعصابات تقوم بابتزاز المواطنين بشتى الطرق المتاحة. حكومة تنظر، ربما هي التي كما ذكرنا سابقا هي التي تأمر،
بتحرك هذه العناصر من أجل إثارة الفوضى في المجتمع. موضوع ثاني طبعا، انتشار الفقر وانهيار الواقع الاقتصادي في العراق. قاد امرأة في كركوك لوضع أبنائها على قارعة الطريق من أجل التسول بهم، فنشاهد. عليك يا با، قبلي عليك يا با. في دولة لديها الخزائن المليارية، مليارات الدولارات التي يمتلكها العراق، مئات المليارات من الدولارات، طبعا الرقم المتعارف عليه اللي هو تريليون دولار أمريكي سرق من العراق، اختفى ولا أحد يعلم مصيره طبعا بسبب السياسات المتبعة، سياسات حكومات ما بعد الاحتلال. الشعب الآن كما تشاهدون في هذا، كما شاهدتم في هذا المقطع طبعا، التسول والأكل من المزابل. ونتابع الآن في نفس المسلسل طفل لم يبلغ 7 من عمره يتجول في شوارع العاصمة بغداد للعمل من أجل إعانة ذويه على مصاعب الحياة، فنشاهد. ليش ما يرجعك أبوك للمدرسة؟ ما يرجعني. ليش؟ أنا أنت ما تريد؟ ليش عم تشتغل؟ أنت بيصف؟ أول بطلت. ها؟ أول بطلت. أول ابتدائي بطلت؟ إيه. أبوك شو يشتغل؟ قواطي. ها؟ قواطي. أبوك هم يشتغل قواطي؟ ليش ما ترجع للمدرسة؟ مات. ها؟ مات. ليش؟ إيه. أنت بعدك صغير تكتر بالشارع. السلام عليك. سلام. السلام عليكم. أحسن. ها؟ أحسن لك؟ يلا صف الاول ابتدائي ومبطل. تعال احمد سعدون قلم قواطي. تعالوا احمد سعدون. يلا هاي هاي وين وصلنا؟ بيا مرحله ما يقبل. لا هو يقبل هيدا بعدين يصير مشاكل جوه. لا عندما يتربى هذا الطفل الصغير في مجتمع منهار اقتصاديا، منهار للأسف الشديد يمكن القول عليها وصفها حتى أخلاقيا في بعض الأحيان وبعض المناطق، بسبب طبعا الترويج للأمية، الترويج للتخلف، الترويج لهذه الكوارث حقيقة التي حلت بالمجتمع العراقي. الطفل الصغير، ما الذي يمكن أن ينشأ عليه هذا الطفل إن استمر في الشارع، استمر في المزابل، هذه الحياة البائسة؟ سيخرج بالطبع بعيد عن الثقافة، بعيد عن الوعي الفكري، وبالتالي سيصبح مقاد كما اقتيد الكثير من الشباب إلى المحارق حقيقة جراء الفتاوى وقيادة المعممين والضحك على عقول البسطاء من الناس. أجيال جديدة خارجة إلى العراق، خارجة إلى العلن الآن، حقيقة تهدد هذه الدولة العظيمة، دولة العراق، تهدد الأجيال المستقبلية، تهدد حضارة هذا البلد، تهدد الاقتصاد والأمن وغيرها من هذه الأمور. عندما تكثر ظاهرة أطفال الشوارع، تكثر ظاهرة الأطفال الذين يعملون في سن مبكرة، وأيضا الأطفال الذين يقادون من أجل حمل السلاح. في موضوع آخر، في محافظة البصرة تحديدا في مدينة الهارثة تم احتراق معمل الورق في المحافظة، ما أدى إلى انبعاثات شلت الحياة في المدينة وبالتالي قادت إلى كوارث بيئية، فلنشاهد. صور يقول حل
نكمل الحديث بملف تلوث البيئة. ظهور بقع نفطية في نهر الفرات بقضاء المسيب، تهديد للثروة السمكية طبعا ونشر للسموم في عموم القضاء، فلنشاهد. هذا جزء من البقع النفطية اللي هدوها على الفرات، نهر الفرات، والأكثر تعدلي قدام بعد هذا النفط الخام وشوفه بالفرات. هاي مو تلويث للبيئة، هذا تلويث للبيئة، هذا كارثة حق البيئة. هذا لا سمك يطل جوا ولا طير ولا كل شيء، بعد انتهى هذا الفرات، ما هذا ما برمي سمك، هذا البقعة البقعة ما انتهى هذا الثروة الحيوانية السمكية هنا كيف راح تنتهي بالنسبة إذا ظل هيك النفط. المواشي تتجول بالطرق الرئيسة وسط كربلاء بلا رقيب وتتسبب في حوادث. موضوع جديد طبعا نعرضه لحضراتكم الآن، ظاهرة منتشرة الآن، إهمال الرعاة، رعاة الأغنام والأبقار طبعا لمواشيهم، وبالتالي ترك الموضوع منفتح بهذا الشكل طبعا، وأكيد السلطة أيضا وإدارة المحافظة، مجلس المحافظة وغيرها طبعا هي مسؤولة أيضا عما يحدث الآن. نتابع الآن هذا الحقيقة المشهد المؤسف للأسف الشديد طبعا أن نراه في مكان في العراق بشكل عام وفي مكان له خصوصية طبعا، المفروض أنه هذه الأماكن تكون من الأماكن ذات مستوى عالي طبعا من الحياة الاجتماعية المعيشية وأيضا البيئية، فلنشاهد. السلام عليكم أخوان، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. طبعا حالة غريبة، هسه احنا متواجدين بحي الموظفين بالشارع الرئيسي مال حي الموظفين، ونشوف هاي المواشي والابقار موجوده يعني بالشارع، يعني ما اعرف يعني اليوم شلون موجوده هاي، باي طريقه، بدون رقابه ترمون حتى الكلاب وياها مثل ما تشوفون بحي الموظفين بنص كربلاء. هذا الشارع حيوي ورئيسي، اليوم الابقار يعني متروكه بالشارع زين مثل ما تلاحظون. ده سوى حوادث طبعا، مو بس هذا سوى حوادث، صح، حوادث تسوي بالشارع. نتمنى هاي الظاهره، نتمنى انه هاي الظاهره يقضون عليها في محافظة كربلاء. باوع أخوان، كان سوت حادث، كان سوت حادث هاي البقرة، باوع بعينكم أخوان، والله ما يصير، يعني معقولة توصل هيك؟ في فقرة أراكم نتابع الآن مقطع لابتهال هاشم مديرة عام التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، وهي تؤكد وجود كتاب موجه من رئاسة الوزراء لوزارة التجارة بحجب البطاقة التموينية لمن لم يحدث سجله الانتخابي. طبعا أكد هذا الكلام سعد الحديث المتحدث باسم مكتب حيدر العبادي، فنشاهد. كتاب الأمانة العامة
يعني أشار إلى كتاب المفوضية العلوم المستقل الانتخاب وطالب بصراحة الالتزام بما ورد بالكتاب بالنص. عيدي لي مرة أخرى حتى يكون واضح بالنسبة للجمهور من فضلك. طبعا الكتاب هو كان من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. لا أنا أقصد الكليشة بالكتاب. كتاب المفوضية العليا. نعم الكليشة اللي جت من الأمانة العامة مجلس الوزراء تشير إلى كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. أيه؟ اللي يطالب وزارة التجارة بعدم توزيع البطاقة التموينية للمواطن ما لم يحدث بيانات النخب. التوجيه الغاية الأساسية منه هو التثبت والتحقق والتدقيق فيما يتعلق ببيانات وسجلات الناخبين في داخل وخارج العراق. كما تعرفون المفوضية العليا تعتمد في بياناتها وفي قاعدة معلوماتها بهذا الصدد على قاعدة بيانات البطاقة التموينية الموجودة لدى وزارة التجارة، وبالتالي التنسيق والتعاون المستمر بهذا الصدد بين المفوضية العليا للانتخابات باعتبارها الجهة الفنية المشرفة على إجراء الانتخابات وبين وزارة التجارة باعتبارها مصدر المعلومات التي تعتمدها المفوضية العليا هو أمر أساسي. وبالتالي هذا الكتاب في الحقيقة الذي جاء لاستكمال هذه العملية فيما يتعلق بالتحقق والتثبت. طيب دعونا نتابع ما الذي قاله المواطنون في تعليقاتهم على هذا الموضوع. في أول تعليق لدينا أحد المعلقين يقول والله عيب الحكومة تهدد الشعب إذا ما تسوي هيك شيء أقطع رزقكم، إذا ما تسوي هيك شيء أقطع رزقك، يعني المفروض بعد لو كانت مواد بها خير كان سويته بربكم هي أهم حكومة لو عصابة. فعلا ما الذي بقي من الحصة التموينية التي يحصل عليها المواطن كل شهر، ما الذي بقي منها من مواد لكي الآن تهددوهم بقطعها؟ قتيبة يقول على أساس هي شلون بطاقة تموينية، الدهن الحر والحليب والتمن أبو العربة والصابون الفرنسي، كان استحيت والله مالت عليكم وعلى بطاقتكم. في تعليق آخر لدينا باسم يقول حكومة التخبط والانفلات الخلقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، آل العلاق ينتقمون من الشعب، إلى متى؟ ما علاقة مفوضية الانتخابات بوزارة التجارة والبطاقة التموينية؟ ناس فهمت كذبة الانتخابات وما تريد تنتخب، هل الانتخاب بالإكراه يا آل العلاق؟ سؤال يوجه. في تعليق آخر لدينا أيضا أحد المغردين يقول أو أحد المعلقين يقول أنا ما عندي لا بطاقة تموينية ولا بطاقة ناقب حتى أحدثها، إيش راح تهددوني وما أنتخب لو تطلع بصلة براسكم، كلكم حرامية وما أريد أذبح الشعب أكثر وأتحمل ذنبه. يعني يا ريت الناس تسمع هذا التعليق. سامي يقول المن ننتخب الكل نشالة وحرامية، هي هم شلون حصة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، أن وقفة أمام الله عليكم نطلع من عيونكم إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى عادل ونعم بالله. وأخيرا في التعليقات أبو محمد يقول يوما بعد يوم تثبت الحكومة وبكل مفاصلها أنها تدير الدولة من قبل ثلة أغبياء وتافهين ومستشارين حمير، يعني ما أريد أنتخب، ما مقتنع بكم مسؤولين لصوص ومجرمين تجبروني، يطرح سؤال عود شلون حصة عندكم يا رعاع. اختتم التعليق بهذا الرد المفحم. في فقرة هاشتاج طبعا اليوم تحديدا اليوم مواطنون من ذي قار تظاهروا أمام دائرة الكهرباء ثم بعد ذلك تعرضوا للضرب من قبل القوات الحكومية في المحافظة. الوسم اليوم بعنوان الكهرباء دوختني، أزمة خصخصة الكهرباء واختفائها طبعا عن حياة المواطن. فنشاهد في التغريدات مروة تقول انعدام الكهرباء والخدمات وعدم توفير فرص عمل وارتفاع نسبة البطالة هذا ما جلبته لنا حكومة الأحزاب والمحاصصة. فعلا هذا ما جلب إلى العراق بشكل عام. علي الشمري يقول 14 سنة بأكملها تعجز الحكومة عن توفير الكهرباء التي هي أبسط ما يمكن أن يوفر للإنسان في بلد بحجم العراق وبإمكانيات نحن نضيف طبعا بإمكانيات كدولة العراق. طبعا رما تقول سيد المحافظ مخلي مولده ينبيته يشتغل بدون صوت على سايلنت ويجي بالتلفزيون يقول نحن نعلم بوجود أزمة كهرباء، منين تعلم من مولدة السايلنت؟ طبعا. وأخيرا لدينا أستاذ هاشم جمعة يقول يقولون بالخصخصة تجي الكهرباء 24 ساعة، شلون دروب مال الحرامية إذا ما أجت 24 ساعة يطلعونا بكلاود جديد، اشتترجم الناس قضوا حياتهم بالكلاوات، اشتترجم الناس مضى على وجودها 14 عاما وهي مستمرة بضحكها على
عقول الناس والنصب والابتزاز والسرقة. ما الذي يمكن أن يترجى من هذه المجموعة التي جاءت مع الاحتلال حتى هذه اللحظة؟ هل ما زال هناك شخص مقتنع ببقائهم ويريد أن ينتخبهم مرة أخرى؟ سؤال يوجه لكم مشاهدين الكرام. في فقرة بعد الهاشتاج فيديو أنا مسلم، فيديو يوضح للعالم قيمة ديننا الحنيف ويجب الفخر به طبعا وليس الهروب منه بسبب ما يروج ضده، فلنشاهد. Hi, I'm a Muslim and I'm ashamed of my religion. I try to hide my faith and I'm embarrassed of my tradition. I try to blend in so I don't cause any suspicion. If this sounds familiar, you might want to give this a listen. Dear Muslims of the internet, if I could kindly request that we stop trying to be cool and relevant and start trying to be people of actual benefit. If we can stop trying to fit in and start trying to stand out. I mean, we were never meant to blend in, and I assure you, we were never meant to just go along with the crowd. You see, being different is exactly what being a Muslim is all about. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, فَطُوبَ لِلْغُرَبَاء, glad tidings to those who are strange. But unfortunately today, when it comes to our faith, most of us are ashamed. We try to hide our identities and even change our names, which is funny since those on falsehood aren't hiding at all. They're in full public display, walking proudly down the streets, even waving flags in parades, and I'm not taking any shots, nor am I here to complain. I'm just saying, it's about time things start to change. We should be proud to be different and embrace the fact that we're not the same. I mean, for instance, we should never be embarrassed to say, hey, I'm a Muslim and I follow the religion of Islam. I don't smoke, don't drink, and I don't go to clubs and dance. And I actually believe that marriage should only ever be between a woman and a man. And I'm sorry, sister, I can't really shake your hand. I hope it doesn't offend you. I hope you understand, because I'm just being me. And in all honesty, this is who I really am. And I don't plan on ever giving this up. See, I'm a Muslim. And Allah told us, كنتم خير أمة أخرجت للناس, that we're the best of nations, brought forth for the people. We command the good and we forbid the evil, and we believe in God with no partners nor any equals. So why should I be ashamed? I mean, we're the kind of people who are kind to people and treat others like we like to be treated. And we have Allah as the friend, the protector, and the supporter of the believers. And we have Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the best of all leaders. So I honestly don't understand why we would ever feel defeated. I mean, why do we feel the need to always leave our faith neglected? Or that we need to give up our ways in order to be accepted? Or we need to rearrange and reform our faith so we can some way have it corrected, failing to realize that you can never improve something that Allah has already perfected. And yes, I get it. Some of us do feel disconnected, and it does get hard. We might slip and fall, and at times we might feel far, and this is normal for sure. I mean, it's why we were taught to make the dua, O turner of hearts, keep my heart steadfast. So don't worry and be calm and keep yourself connected to the righteous, the pious, and above all, the houses of Allah. And if you still feel disengaged, or you just feel out of place, or if you came and you were turned away for your looks or your past mistakes, it's fine, it's okay. Just keep trying, keep praying. And at the end of the day, no matter what happens, never lose your faith.
في الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، إلى اللقاء.